النهارده يوم مهم جدا في تاريخ مصر، النهارده يوم صعب جدا في تاريخ مصر، النهارده 25 سبتمبر سنة 2023، والهيئة الوطنية للانتخابات بتعمل مؤتمر صحفي بقيادة يعني المستشار أحمد البنداري، وبيقف وبيقول الانتخابات هتمشي ازاي وهتبتدي امتى وتنتهي امتى. فيحصل ايه بقى؟ ها؟ آلاف المواطنين والمواطنات يجروا بسرعة يا واد يا حسين، ها؟ كان في زمان إعلان كده، اجري بسرعة يا واد يا حسين، هات لنا ريري، هات لنا ريري. كان في حاجة كده بياكلوها الأطفال اسمها ريري، طبعًا ضيعت نص الذكاء اللي عند الأطفال المصريين. اجري بسرعة يا واد يا حسين، روح شوف الشهر العقاري فين. آلاف المواطنين ذهبوا بصورهم المطبوعة للرئيس عبد الفتاح السيسي. شوف يا أخي، الوطنية دي حاجة بقت مقترنة اقتران مباشر. حب الوطن دي حكاية مش سهلة. الناس كانت قاعدة في الشاشات وأمام المقاهي جوه البيوت منتظرين كلمة المستشار اللي قال، معلش الصفارة مش جامدة أوي، ها؟ اجروا بسرعة يلا توكيلات. فالناس بقى جريت بقى اختراق ضاحية، وناس بقى بتوقع بعض، اوعى اوعى انا عايز بقى انت الاول، ها؟ عشان يلحقوا يثبتوا وطنيتهم، يلحقوا كمان يجيبوا اي حاجه من الكرتونه مليانه زيت. وكيلو الزيت بكام؟ كيلو السكر بكام؟ علبه السمنه بكام؟ التوكيل بقى حاجه مهمه عند الشعب المصري. في ناس بتنام حاطه صور الرئيس السيسي في حضنها. اكتشفنا ده النهارده. ايوه اكتشفناه فعلا مع بعض. الناس بتاخد الصورة وتنام من الجوع، يا عيني، بياخدوا الصورة يحضنوها ويناموا عشان الطمأنينة، علشان الراجل وعد ان احنا سنة 2020 في 30/6/2020 مصر هتبقى شكلها تاني ومختلف، وصدق الرجل، وعد فأوفى فعلا، صدق الرجل، مصر بقى شكلها مختلف. المواطنين اكتشفنا ان في آلاف المواطنين نايمين حاضنين صورة الرئيس، واول ما عرفوا ان دي لحظه التوكيلات نزلوا جريوا على طول شايلين صوره في مظهر، وكاننا في عوده مره اخرى لنظام الاتحاد السوفيتي اللي سقط سنه 1991. مشاهد مش موجوده غير في كوريا الشماليه والصين الشعبيه، مشاهد مش موجوده غير في جزر ودول الموز، مشاهد لا تثبت شيء. يعني انت كنت بعتهم بكره، ها؟ يعني سنس، كنت بعتهم ما صورتهمش، سنس يعني. معلش، انتوا لو صحيتوا الصبح وسمعتوا انه في اول 24 ساعة حقق الرئيس عبد الفتاح السيسي 50,000 توكيل، يعني هتفرق في حياتك في حاجة؟ انت عارف ان الحكاية ماشية كده اصلا. مش ايه ده خمريا؟ لا ده انا كده ابتدي افكر فعلا اصوت له ولا لا؟ لا طبعا انت عارف الحكايه ماشيه ازاي يعني، ها؟ لكن لا، اخراج المشهد مطلوب فيه كده، مطلوب اكشن، مطلوب جماهير، مطلوب ناس كتير، مطلوب ستات وعيال واطفال، بالظبط بنفس عقليه الله يرحمه وحيد حامد لما كان جميل راتب نازل مرشح. ومش هستغرب لو شفنا المشهد بتاع الواد اللي مبلول وبلبوص ويقول له بوس وهيبوس، هيبوسوا يا مصر. ليه؟ النهارده لازم نبان ان احنا رؤساء جماهيريين وعندنا شعبيه خارقه ودوله الشعب فيها يلتف هكذا حول القياده. اوعوا تفتكروا حاجه دوله موز ديكتاتوريه عسكريه يعني على ابوه، زي ما قال كتاب الدكتاتورية العسكرية بالظبط صفحة 13، اظهر دائما أن الجماهير تلتف حولك، حتى لو هتجيبهم هتجوعهم، فبعد كده تستدعيهم بإزازة زيت أو بكرتونة سكر وزيت. الله يسامحهم اللي اشتغلوا معانا مواضيع الكراتين والزيت، الله يسامحهم.